مع أجواء الكويت الجميلة خلال هذه الأيام، افتتحت شركة المشروعات السياحية موسم الجزيرة الخضراء الجديد، ذلك من أجل دعم السياحة الداخلية في دولة الكويت. هذا الافتتاح يأتي بالتزامن مع شهر الأعياد الوطنية، وشهدت الجزيرة العديد من الفعاليات، كما كان فيها ألعاب الأطفال والكبار والاستراحات والمطاعم والمقاهي المتنوعة والجلسات الشعبية للعائلات. فشركة المشروعات السياحية خصصت موقع الجزيرة الخضراء الإلكتروني للحجز المسبق لدخول الجزيرة بقيمة دينارين ونصف لمن تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق، ما جعل الدخول للأطفال من 4 سنوات فأقل مجانا. السعادة في انتظاركم، مشهد يجسد عودة الجزيرة الخضراء بحلتها الجديدة وموسمها الجديد الذي افتتحته شركة المشروعات السياحية تزامنا مع شهر الأعياد الوطنية في دولة الكويت. مكان مرتب ويعني زينة، فيه فعاليات جديدة وتغيير جو وتجربة جديدة يعني، وبالعكس استانس نتمشى بهالجو، نشوف الأماكن الجديدة، سياحة داخلية أي طبعا، أشياء ترفيهية حق تونس فيها عيالنا وينسون الناس وتطلع ديرتنا مثل ما كانت بالسابق. فعاليات ودي أجي لليل هنا، ودي أشوف كل الفعاليات الموجودة بهالمكان، شكله حلو أسطوري، مرة مستانس اليوم والفعاليات مرة حلوة، والله ودي ألعب كل الألعاب، يعني بكل الأوقات في فعاليات وناس حيل. الجزيرة الخضراء الجديدة مصدر السعادة والفرح وعنوان جديد للسياحة الداخلية في دولة الكويت، حيث خصصت شركة المشروعات السياحية الموقع الإلكتروني لحجز دخول مرافقها من خلال تخصيص دينارين ونصف الدينار لمن أعمارهم 5 سنوات فما فوق، ودخول الأطفال من 4 سنوات فأقل مجانا. مالت المكان عائلي 100%، ألعاب حق جميع الأعمار من هو صغير للكبار، المطاعم منتشرة، المحلات منتشرة، كل شيء، فالمكان عائلي حتى أسعار التذاكر جدا مناسبة تناسب الجميع. وناسة وايد وناسة، نبي كل مرة كذي بالتوب، حلوة وناسة مستانسين، على الأقل غيرنا شوي وينترلاند جزيرة خضراء على شوي قاعد نتطور شوي شوي، وناسة حيل وايد. العب رحت بعد ممتاز، الافتتاح والمهرجان زين والأسعار ولا معقول يعني حلوة، ويعني المكان يسمح ان الواحد يلعب، او انه مو يكون مكان ما ناس حديقه عاديه، بس انه يقدر في نشاط هني. وايد مستانسين الجزيره الخضراء، والله وايد حلوه، والله ما توقعت في الكويت راح يصير كذي. الجزيره الخضراء في موسمها الجديد في انتظار الجميع طوال ايام الاسبوع. البهجة والسرور العنوان الأكبر في نفوس وعلى وجوه المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، فبعد افتتاح وينتر وندرلاند الكويت، شركة المشروعات السياحية تدشن موسم الجزيرة الخضراء تكريسا للسياحة الداخلية في دولة الكويت. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.